عاشت مصر فترة من أصعب فترات تاريخها، وده كان خلال حكم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وده أثناء المجاعة الشديدة واللي حصلت فيه. المشاهد الرهيبة واللي وصفها المؤرخين كانت مرعبة لدرجة علمت في النفوس، ومع كل فترة غلا وارتفاع في الأسعار، وخصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار، بيفتكر المثقفين والمؤرخين اللي حصل في الشدة المستنصرية وهم مرعوبين وبيفكروا يا ترى اللي حصل ده ممكن يتكرر من جديد. وتعالوا مع بعض نشوف ايه اللي حصل في الشدة المستنصرية وسبب الرعب بالشكل ده، ونحط ايدينا على قلوبنا واحنا بندعي ونتمنى ان اللي حصل ما يتكررش تاني. في النص الثاني من القرن الخامس الهجري، وتحديدا في سنة 1029 ميلاديا، اتولد أبو تميم المعد المستنصر بالله الفاطمي، وتولى الحكم بعد ما أبوه مات وكان عمره 7 سنين بس. الدولة الفاطمية وقتها كانت مزدهرة جدا في الصناعة والتجارة، ووصلت رقعتها للشام وفلسطين والحجاز وصقلية وبغداد وشمال أفريقيا. خزائن الدولة كانت مليانة والناس معظمها أغنياء، وكل ده بسبب وزير أبو القاسم الجرجرائي. النكسة بقى حصلت بعد وفاته سنة 1045، وكان مفروض على الخليفة اللي كان عنده 18 سنة بس إنه يدير شؤون البلاد. بدأت تتدخل والدته السيدة راصدة في إدارة شؤون البلاد، فأفسدت كل حاجة فيها، فأصبحت بتدي وتلغي قرارات وتعزل وزراء وتعين غيرهم، لدرجة إنها كانت بتعزل وزير تقريبا كل يوم، وكانت عايزة تفرض سيطرتها على كل حاجة، وتسببت في كارثة كبيرة جدا لما عزلت الوزير اليزوري اللي كان ماسك الجيش وقتها، كان مسيطر على الجنود كلهم واللي كانوا من أعراق مختلفة، وكان معظمهم من البربر والأتراك والسودانيين. فلما تعزل عامة الفوضى في الجيش، وحصلت حاجات متتابعة بعدها، ومنهم مثلا أن ملك الحبشة كل سنة كان متعود يدي هدايا للخليفة، فالخليفة المستنصر رفض وقتها أنه يدي هدايا تاني، فده سبب غضب ملك الحبشة وقرر أنه يقطع عن مصر إمداد مية النيل، فانخفض منسوب النيل وأدى لجفاف شديد والزراعة اتدمرت نهائيا. ده غير أن الخليفة كان متعود أنه يخزن القمح كل موسم عشان لما التجار يحاولوا احتكاره وزيادة سعره يقوم هو بإخراجه ويبيعه بمبالغ قليلة، لكنه ما كانش قام بالتخزين في السنة دي بالذات عشان اقتراح من صديق ليه إن الدنيا في ازدهار وما فيش داعي للتخزين، واقترح عليه يخزن عسل وصابون، وكل ده أدى لحدوث المجاعة في مصر بالإضافة لموت الأبقار والجاموس بسبب إن ما فيش أكل يأكله، وبدأ القمح يغلى والتجار يحتكروا السلع اللي عندهم لحد ما وصل سعر رغيف العيش ل15 دينار، وما كانش حد قادر يشتريه. فقرر وقتها المصريين ان هم ياكلوا القطط والكلاب اللي في الشوارع، ومع الوقت القطط والكلاب خلصت من الشوارع وبقت تتباع في المحلات، محلات الجزارة، كحاجات نادرة، وارتفع سعرها وما بقاش في حاجة ياكلوها غير بعض. ففي عهد المستنصر بالله الخليفة الخامس من خلفاء الدولة العبيدية الفاطمية في مصر والثامن من بداية نشأتها في المغرب، حصلت الشدة المستنصرية واللي اتعرفت في كتب المؤرخين باسم الشدة العظمى، وهي مصطلح تم إطلاقه على المجاعة والخراب اللي حل في مصر لمدة 7 سنين عجاف، بداية من 457 هجريا ولغاية 464 هجريا. وشاءت الأقدار أن معاناة البلاد ما تقتصرش على اختلال الإدارة والفوضى السياسية، فجي كمان نقصان لمنسوب مياه النيل عشان يضاعف الأزمة ويحولها لشيء مخيف، وتكرر نقصان النيل علشان يصيب البلاد بكارثة كبيرة ومجاعة رهيبة كان سببها ضعف الخلافة واختلال أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على الدولة، فزاد الغلا وجه بعديه الوباء لغاية ما توقفت الزراعة وانتشر الجوع والسرقة والخوف، وأصبحت الطرق مش أمنة لا في البر ولا في البحر. وبيحكي المؤرخين أن من شدة الجوع الناس أكلت الكلاب والقطط لما عز أكل اللحوم الطبيعية زي الأبقار والدجاج والأرانب، لدرجة أن أصبح ليها سوق كمان وابتدت تتباع، وأصبح ثمن الكلب الواحد 5 دنانير والقطة 3 دنانير. ومن المشاهد المخيفة واللي بتتحكي أن لما الأمر اشتد لدرجة أن الراجل بقى ياخد ابن جاره ويذبحه وياكله، ومحدش من الناس يقدر يقف قصاده أو ينكر حتى عليه تصرفه، لأن كل واحد مشغول بحاله وجوعه، ولو
القوي قدر على الضعيف فعلى طول يذبح وياكله. وذكر ابن إياس ان من العجائب اللي صعب يصدقها عقل في زمن المجاعة منها ان طائفة من الناس قعدوا فوق أسقف البيوت وعملوا خطاطيف وكلاليب علشان يصطادوا بيها المرة من الشوارع من فوق الأسطح، واللي قدروا يصطادوه بيذبحوه في الحل وياكلوه بعضمه. وذكر كمان ان وزير البلاد ما كانش يمتلك غير بغل واحد بيركبه، وادى البغل ده لغلام عشان يحرسه، لكن الغلام من شدة جوعه كان ضعيف فما قدرش انه يواجه اللصوص اللي سرقوا البغل. ولما عرف الوزير بسرقة البغل غضب غضب شديد جدا وقدر يقبض على اللصوص وشنقهم على الشجرة. لكن المخيف انه لما صحي الصبح لقى عظم اللصوص بس هو اللي موجود، لان الناس من شدة جوعها أكلت الجثث. وفي مصر حارة معروفة باسم حارة الطبق، ودي مكانها عند مدينة الفسطاط، وكان فيها 20 بيت وكل دار تمنها 1000 دينار، فتم بيع البيوت كلها مقابل طبق خبز كل دار برغيف، فتم تسميتها من وقتها باسم حارة الطبق. وذكر المقريزي ان سيدة غنية من نساء القاهرة زعلت على بكاء اطفالها الصغيرين من الجوع، فراحت للشجمجية اللي بتحتفظ بيها بالمجوهرات والمصوغات بتاعتها، وقعدت تتحسر لانها بتمتلك ثروة كبيرة وما تقدرش تشتري رغيف واحد من الخبز. وده بيدل على ان الطوفان لما بيجي ما بيفرقش بين غني وفقير. واختارت السيدة عقد تمين جدا من اللؤلؤ واللي كانت قيمته بتزيد على 1000 دينار وقتها، وخرجت تلف بيه على كل أسواق القاهرة والفسطاط عشان تلاقي حد يشتري، لكن بدون فايدة، لحد ما أخيرا قدرت إنها تقنع واحد من التجار إنه يشتريه مقابل شوال من الدقيق. واستأجرت بعض الحمالين عشان تنقلوا لبيتها، لكن قبل ما يمشوا بيه شوية خطوات صغيرة هجمتهم جحافل الجياع فسرقوا الدقيق، وساعتها ما لقيتش مفر من ان هي تزحمهم لحد ما خطفت لنفسها حفنة صغيرة من الدقيق عجنت بيهم قرص صغير وخبزته في بيتها وخبته في ملابسها وجريت في الشارع وهي بتقول الجوع الجوع الخبز الخبز. والتف حواليها رجالة واطفال وستات وخدتهم ومشيت متجهة لقصر الخليفة المستنصر بالله، ووقفت على مصطبة وطلعت القرص ده من توبها وقالت بصوت عالي أيها الناس، فلتعلموا أن هذه القرصة كلفتني 1000 دينار، فدعوا معي لمولاي المستنصر الذي أسعد الله الناس بأيامه وأعاد عليهم بركات حسن نظره حتى تقاومت علي هذه القرصة ب1000 دينار. وفي نفس الوقت اتقبض على رجل كان بيقتل الستات والصبيان ويبيع لحمهم ويدفن رؤوسهم وأطرافهم، وتعدم ساعتها. واستمر اشتداد الغلاء والوباء على الناس لدرجة أن أهل البيت الواحد كانوا بيموتوا في ليلة واحدة، وكان بيموت كل يوم على الأقل 1000 شخص، وارتفع العدد 10,000، وفي يوم مات 18,000، وكان المستنصر بالله بيتحمل نفقات تكفين 20,000 على حسابه لحد ما قضت المجاعة على تلت أهل مصر، واتقال إنه مات 1,600,000 نفس. ونزل ساعتها الجند لزراعة الأرض بعد ما مات الفلاحين، ومرت الشدة المستنصرية بعدة مراحل طوال سنين الجفاف، بدأت ببيع المجوهرات والكنوز لشراء القمح، وبعدها شراء وأكل الكلاب والقطط، وبعدها أكل الموتى من القبور، وفي النهاية أكل لحوم الأحياء من الأطفال والغلمان والضعفاء من القوم. وأخيرا وصلت الأزمة للمستنصر نفسه، فما عادش عنده دواب في الحظيرة، وأصبح بيبيع رخام قبور آبائه وأجداده علشان يحصل على الطعام. ووصل الحال أنه أصبح مدين بحياته لابنة أحد الفقهاء واللي أطعمته تصدقا برغيفين يوميا، فطلب المعاونة من بدر بن عبد الله الجمالي والي عكا، واللي كانت واحدة من الولايات التابعة للخلافة الفاطمية وقتها بعد ما فقدت العديد من البلدان واللي كانت تحت ملكه، وانخفض عدد المدن بعد ما انفصل عنه العشرات، وانتهت الشدة المستنصرية على أيدي الجمالي اللي اشترط انه يجي برجالته ويفرض سلطته ويرجع الأمور لنصبها بقوة السلاح. ووافق المستنصر بعد ما عين الجمالي وزير للدولة، وبدأ الجمالي يصلح نظام الري والقنوات، فاهتم بالزراعة وحارب الجنود المتناحرين وطردهم من مصر، وخلى كل المحصول في أول 3 سنين للفلاحين، وفي الرابعة بياخدها هو. وتعرف عن الجمالي انه كان راجل عادل مد ايده للدولة الفاطمية ونفض منها تراكمات الزمن العصيب وقومها من كبوتها، وعشان الجمالي يقدر يرجع الأمور لنصابها الصحيح مشى الجنود السودانيين والترك والبربر، وهدد ساعتها التجار لو ما طلعوش الغلة اللي محتكرينها
هيقتلهم، وسمعوا كلامه بعد ما وهمهم انه قتل تجار تانيين احتكروا السلع وكان اللي عدمهم مجرد مجرمين كان محكوم عليهم بالاعدام وما لهمش علاقة بالتجارة، وكمان لغى الضرائب لمدة 3 سنين وصلح الري ورجع حركة التجارة بعد ما عم الأمان في مصر، وعمل اتفاقية مع ملك الحبشة ورجع مية النيل لمصر، وخلد المصريين ذكرى الوزير الجمالي بإطلاق اسمه على أشهر المناطق في مصر وهو حي الجمالية. وكده المجاعة اللي حلت على مصر ولمدة 7 سنين متتالية واللي كان سببها قرارات مستهترة أدت إن المصريين يأكلوا بعض واللي تسمت بالشدة العظمى انتهت بسببه ورجع الاستقرار والأمان لمصر تاني. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. كنت معكم دينا الغندور وده برنامج بره الصندوق.